إياكم والغفلة عن الموت، وليذكركم الإحرام في الحج والعمرة بالأكفان، وتذكري يا أمة الله بإحرامك الكفن. يقول الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي اطلب فيما أعطاك الله من الدنيا الدار الآخرة وهي الجنة، أي صرف الدنيا فيما ينفعك من الآخرة، اصرفها على المحتاجين من المسلمين، ولا تصرفها في التراب والطين والماء والتجبر والبغي، ولا تنسى أنك ستترك الجميع إلا نصيبك من الكفن. تخيل أنك ستؤخذ من فراشك إلى لوح المغسل، وألبست الأكفان، وأوحش منك الأهل والجيران، وبكى عليك الأصحاب والإخوان. إذا كنت الآن يا ابن آدم تحمل على متن السيارة مع أهلك ويودعونك في المطار، وقد غيرت النقود وحملت معك المتاع واغتسلت ولبست الإحرام، وودعك أهلك وهم بين الحزن والفرح، فرحين بذهابك إلى الحج ويحزنون لفراقك، كيف يكون؟ تذكر كيف يكون حالك يا عبد الله ويا أمة الله عندما تخرج روحك وتذهب قوتك ويزول جاهك ولا ينفعك منصبك، ويكفنونك في ثوب أبيض أرخص من الإحرام، ويحملونك على خشب بال لكثرة ما يحمل عليه الأموات، ويسري خبر موتك بين الناس. تذكر كيف يكون حالك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها الأحباب الكرام، يا عبد الله ويا أمة الله، هل فكرت في تغيير العملة من النقود والمنصب والجاه والجمال والقوة إلى التقوى والقلب السليم؟ يقول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تخيل كيف أسرعوا بك إلى المقابر وتسابقوا